زين وحسين، قصة نجاح راح نتعرف عليها اليوم في مطار البحرين الدولي. بحكم طبيعة عملهم وتعاملهم مع المسافرين بشكل يومي، يتعرضون حق مواقف تحتاج منهم حسن تصرف وتحمل للمسؤولية. سلام، شلونك؟ زينة. شخبارك؟ الحمد لله. أنا أول مرة بسافر، ما أعرف ولا شيء، شنو أسوي؟ الحين إذا رحت هني بياخذون شنطات هني ولا بودونها داخل الطائرة؟ بدخلونهم هني؟ إيه، بحطونا حق تاج شنطة قبل. بيحطون لي تاج عليهم؟ إيه عليهم. أوكي. جوازك. أعطي الجواز، عندي الجواز. إيه. أوكي. بعدين تروح هناك البصمة وتروح بابجرين مثلاً، تروح الكويت أو قطر. أنا الحين بروح الكويت. الكويت. أوكي. بعدين تروح أي سايد تمنون مني. على كيف شو أنا ما دلي أو أول مرة. مني. أروح مني أحسن؟ إيه. إنزين. أوكي. بعدين. زين الحين انا ما تريكت جوعان، في الطائره بيعطوني؟ ايه. اوكي، شنو بيعطوني؟ اكل. مثل شنو؟ مثل عيش. اوكي، عيش الصبح؟ إيه. عيش الصبح؟ ايه. هلا 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 الشيخ، شلونك؟ مبارك حبيبي، شو اسمك؟ حسين احمد نبري. اقول لها بتعطوني ريو وتقول بيعطوني عيش. عيش الحين؟ اذا الحين طارت الطياره ما اخاف؟ ما اخاف؟ لا عادي. الحين اذا قالت لي زين اروح هني قدام. زين وحسين، انت كنت تجربه؟ ها؟ زين، وقالوا يصورونكم هناك. شوف الكاميرات. زين وحسين اثبتوا انهم قد المسؤوليه، ولان النجاح يحتاج وقت وجهد وناس قلوبها كبيره وايادي تتميز بعطائها، كانت البداية في المكان اللي احتضنهم بكل أمان، الجمعية البحرينية لمتلازمة داون. بالنسبة لاختيار بيئات العمل لتوظيف عيالنا، هو مشروع أو فكرة من أهداف الجمعية من السابق. فالحمد لله العيال من استمراريتهم في المركز يقومون بتدريبهم وتعليمهم، فصاروا كبار. فعقب شنو شفنا ان مجلس ادارنا لازم يكون لهم مثلا نوظفهم افضل بيئات عمل موجوده في البحرين، الحمد لله تم توظيفهم فيها. وبعض الجهات هم يبادرون لتوظيف العيال، واحنا نامل ان اغلب البيئات هم اللي يبادرون بتوظيف عيالنا في المستقبل ان شاء الله. ومن منطلق الشراكه المجتمعيه، تبنت شركة خدمات مطار البحرين باس مشروع التوظيف والتدريب للانخراط في سوق العمل برؤية إدارية واضحة وطموح كبير، تماشيا مع رؤيتنا الراسخة في شركة باس لتعزيز التنوع وتحقيق المساواة. نؤمن بأهمية توفير الفرص المتساوية لجميع أفراد مجتمعنا بغض النظر عن قدراتهم الخاصة أو احتياجاتهم، ونحن نفتخر بأننا قمنا بتوظيف 2 من ذوي الهمم المبدعين والموهوبين. المشوار كان طويل، وفيه ناس افتحوا قلوبهم لخدمة هذا الهدف اللي آمنوا فيه. في الجمعية مفروض احنا قبل أن نوظفهم ندربهم زين، نأهلهم حق التوظيف. يعني ناس تجيني تقول لي أنا آسة أن أهما بتلازم الدوام، بالذات الموظفين، احنا خلاص نتعامل وياهم كأي موظف طبيعي. وجود زين وحسين بين فريق شركة باص أضاف جو خاص وروح جميلة. ما شاء الله الجو اللي كان في المطار وايد حلو، والروح اللي بين التيم كلنا في المطار كانوا الموظفين ما شاء الله وايد إيجابيين، صاروا بحيث انهم تخلطوا معاهم وعرفوا انهم شلون يديرون وياهم الأشخاص. زين وحسين مروا بظروف مختلفة عن أقرانهم، ولكن أسرهم يعلمون أن الحب والعطاء والاحتواء نتيجة عظيمة. فتحت المجال، ما ضيقت عليه، لأن في بعض الناس من يشوفون عندهم ولد أو أحد من عيالهم يضيقون عليه، يستعون أنه يطلع أمام الناس، مع أن هذا الشيء نعمة من الله سبحانه وتعالى. أشكر مركز متلازمة داون، لولا وثوقهم في قدرات زين
وفتحوا لها هذه الفرصة، كان زين ما شفناها بهاي الطريقة. وانعرفت أكثر في مجال عملي من قبل زين. أنت أبو زين، أنت أبو زين، أنت أبو زين، فيعني فخر لي الحمد لله. العزيمة والإصرار عنوان قصة نجاح لامسناها بكل تفاصيلها. زين وحسين، شكرا لكم لأنكم علمتونا اليوم أن العطاء ما له حدود. الشباب البحريني نلعب دور مهم في إنجاز واجباتنا بالخبرة وتحمل المسؤولية. باص مكنتنا نكون جزء أساسي من قطاع الطيران. الاستثمار فينا يعني الاستثمار في مستقبل البحرين. مع بعض نقدم التميز والالتزام.